بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق جراند شوكرو في مدينة باندونغ في إندونيسيا. نصور غرفة من نائس بيرير. مساحة هذه الغرفة 23 متر مربع. طبعا كل غرف السوبيرير لا يوجد فيها إلا أسرة مفردة فقط، ولكن يمكن ضم الأسرة مع بعض لتصبح سرير دبل اللي يسموه هوليوود. يوجد غرف متصلة من نفس النوع من هذا الغرف من نوع السوبيرير، في غرف متصلة. طبعا غرف الديلوكس في الفندق نفس غرف السوبيرير، الفرق فقط 3 متر مربع في المساحة. نحن لا نستطيع تصويرها هذا اليوم بسبب أن الفندق غير متوفر في غرف الديلوكس لهذا اليوم، كلها ممتلئة. غرف الديلوكس يوجد فيها أسرة كبيرة. هذه الغرفة من نوع سوبيرير. طبعا هنا مدخل غرفة الاستراحة. غرفة الاستراحة ليس كبقية الغرف، غرفة بسيطة. ويوجد فيها ايضا شطة. اذا صورنا غرفة من نوع سوبيرير في فندق جراند شوكرو مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.